السلام عليكم عملائنا الكرام، عملاء شركة المازن. النهاردة بنتكلم معاكم على اكسسوار لخطوط المولر مارتيني، الدبوس، الريش اللي بتركب في الجنزير عشان تبقى زقة النسخة وموجهاها الى ناحية الدبوس. الطقم ده اوريجينال يمين وشمال من شركة مولر مارتيني، هيظهر على الشاشة البارت نمبر بتاع القطعتين دولت ومنشأهم منين، من شركة مولر مارتيني. القطعتين اليمين والشمال دولت موجودين في شركة المازن بسعر 400 جنيه الطقم اوريجينال، بالبلي بتاعهم ياباني مش صيني. ده يعني اكبر دليل على ان هما قطعتين اوريجينال. شكرا لحضرتك.